يلا بينا نكمل بقى، نحاول نمسك اخواته. نشغل الاير تاني ونسحب تاني على الكار. حوالي 45 قدم، 45 ل 60 قدم. بس هنرجع قبل ما نخبط. نرجع قبل ما نخبط. نحاول نطلع تاني في حاجة.
كده يبقى حلقتنا النهاردة خلصت، ونشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. اليوم ما كانش حلو قوي يعني، الدوب دولة بس، وإن شاء الله حظنا يبقى أحسن المرة الجاية، ونشوفكم على خير بإذن الله. برعاية الله، مع السلامة.